البهجة، محتاجين في رسالة حب ورسالة يعني روحنا قد استعدناها مرة أخرى، لن نسمح لأحد أبدا أن يأخذ منا هذه الروح السمحة الشفافة. مفيش حد إطلاقا يعتزم ولا يفكر في الإساءة ولا في الاعتداء أبدا. كل الناس خارجة تدعم موقف الجيش المصري، موقف الدولة المصرية الديمقراطية، الدولة اللي عمرها 7000 سنة، الدولة التي تقدر المرأة وتقدر الأقباط وتقدر التنوع، والدولة التي تحض الناس على التفكير، الدولة التي يعني لا تقبل إطلاقا أن ينضوي الناس جميعا تحت رؤية واحدة وتحت فكر واحد وتحت شعار واحد وتحت هذا زمن. لا يمكن، بالعكس الإسلام لا يقول بهذا. يعني هذه الرسالة التي يقدمونها من الطرف الآخر لا تعبر عن روح الإسلام ولا تعبر عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تعظم من الاختلاف في الرأي، وتعظم من فكرة التسامح، وتعظم من فكرة إعلاء شأن المرأة وتقديرها، والعناية بالفن والعناية بالثقافة والعناية بالوعي. كانت الشرارة حضرتك يا فندم اللي طلعت من وزارة الثقافة هنا على لما كان الوزير السابق علاء عبد العزيز، حضرتك تقول ايه ان الشعب المصري وقف مع المثقفين؟ مش يعني حاجة مش طبيعية، يعني طبيعي ان الشرارة تخرج من وزارة الثقافة، لان وزارة الثقافة هي الوزارة المعنية بمثقفيها ومبدعيها، حتى الموظفين اللي بيشتغلوا فيها في وظائف قد تكون في وظائف إدارية او وظائف كذا، لكن كلهم روحهم فنية وروحهم ثقافية، فطبيعي جدا ان وزارة الثقافة يكون لها السبق في هذا. شكرا جزيلا دكتور.